FM. الكلمة ليك. اليوم باش نبداو مع تصريح وزير العدل عمر منصور اللي البارح التوينسا الكونيكتي الكل هيجوا ميجوا عليه بعد التصريح اللي عملوا اللي قال كان نرجعوا الإرهابيين التوينسا لبلادهم ونحاولوا نصلحوا لهم عقليتهم ومنهم إلا أبناء الوطن اللي ظلوا طريق صوابها وباش نسمعوه توت سويت. الإرهابيين هما في الآخر شكون الإرهابيين؟ هما أولاد من وطننا ظلت بهم الطريق، خرجوا على لا مشاو في الغلط تربي يديهم، أساءوا للمجتمع نتاعهم، اليوم إذا كان ثم إمكانية احنا باش نرجعوا البعض منهم يا حبذا، مع العقاب لكن زاد فيها بيس، لكن احنا نجموا نصلحوا له العقلية مبدئيا، احنا باش نحاولوا باش ندخلوا معناتها طويكا للسجوك وهذا ناس كفاءات مثقفة مش بالضرورة كانت المسائل الدينية، إنسان مثقف بصفة عامة، ناس مثقفة بصفة عامة وهما يكونوا ندخلوا في حوار مع الناس هذوما وهالتركيبه الفكريه الغالطه اللي في فلوسهم نحاولوا احنا نقفوا معاهم ونحكيوا معاهم ونحاولوا نصلحوا. معناه واحد يحب يتحاور مع الارهابيين ووزير التجاره يحب يتحاور مع المهربين، معناه نصور مش معقول التصريحات هذه. هو سأل سؤال يا اخي، قال شكونهم هما الارهابيين؟ يا سيد الوزير، الارهابيين هما اللي قتلوا جنودنا وامنا وقتلوا التوانسه، هما اللي هزوا سلاح في وجه ولاد بلادهم واللي حبوا يدخلوا العنف والفوضى في البلاد هذه، وما هنتش عليهم تونس، اش مازال باش تحكي معاهم؟ فما حاجه اسمها عقاب واشد عقاب، احترموا الشعب التونسي، احترموا اهالي الشهداء. علاش التصريحات هذه تو نحن مازلنا في حرب ضد الإرهاب؟ نحب نقوله معناها ما يجيش هكا ولا سيراجيم ما تسمحش ويقعد حياته كاملة في الحبس وما يخرجش وما يسامحوش وما يقولوش ظروف تخفيف. سيد الوزير، قيس قبل ما تغيس ولا قياس بعد الغرق. وي وسيراجي تسمح نرجع ديما للاتصال، يلزموا السياسيين وخاصة لأعضاء الحكومة يلزموا يعرفوا شنو يقولوا من شنو يخرجوا من فهمهم، راهم هم موقفهم هم مش موقفهم الشخصي، راهم موقف الحكومة التونسية هذه. باش تحكي أنا ولادنا وأنا مش معاش باش تحكي العباد تقتل في الناس في العراق وفي في سوريا باش تحكي معهم؟ معنا حوار، أنا حوار. هاو اليوم سيدي في سجن دمشق المركزي عندك 300 تونسي محكوم عليهم بالإعدام وسينفذ حكم الاعدام فيهم، شنو نعملوا؟ شنو موقفنا؟ جدي تقول للسوريين لا بربي شويه شفقه ورحمه، لا يقول لك لا ما احنا عندنا شفقه ورحمه ونحبوهم نحبوهم يدفعوا الثمن. هذا ما قتلونا اطفالنا، قتلونا نسانا، قتلونا الشياب نتاعنا، يلزمهم يدفعوا الحق نتاعهم، يلزمهم يقفوا قدام ارواحهم ويحاسبوا ارواحهم ويمشيوا للمشنقه باش يدفعوا الثمن نتاع الجرايم هذيك. نحب نقول هو ضد هذا، ضد الاعدام وضد كذا، ماناش ندعو للعنف ابدا، اما كل واحد يقوم بعمله خايبه يلزمه يخلص. دونك انا كما قلت باش نقول هو اسال كيفاش باش يتصرفوا معاهم الارهابيين، انا نقول اسال الشعب التونسي ولا اسال اهالي بن قردان تقولوا لك كيفاش نتصرفوا معاهم الارهابيين هذوما. وما دامنا حكينا على الارهاب ونعرفوا اللي احنا في تونس انتصرنا وباش ننتصروا في معركتنا ضد الارهاب، اليوم التوانسه الكل قاعده تتبرع للصندوق الوطني لمكافحه الارهاب باش نعاونوا اهالي الشهداء وجرحانا وامنينا وجيشنا، الكلنا يد واحده ومن غير حتى مزيه، اما يذولي فما شكون حاسسها مزيه، وانا شخصيا ما عادش نستغرب منه حتى شيء. خاطر سي الهاشمي الحمدي في ستاتيو عمل على صفحته الخاصة قال اللي هو متغشش من تجاهل وسائل الإعلام التونسية التبرعوا لفائدة صندوق مكافحة الإرهاب بمبلغ 10 ملايين، وقال اهتمت وسائل إعلام كثيرة في تونس بما نشرته عن الذائقة المالية لحزب طيار المحبة وطلبي من أنصاره أن يتبرعوا له للحفاظ على مقره المركزي في العاصمة، وفي نفس الوقت تجاهلت أكثر هذه المنابر الإعلامية ذاتها استجابة العملية نداء رئيس الحكومة وتبرعي لصندوق مكافحة الإرهاب بمبلغ 10,000 دينار، فلماذا هذه الازدواجية يا ناس؟ أنا صحيح ما استغربتش، أما أنا بالحق ما عادش فاهمة. ساعة نحب نسأله كان أنت تحس فيها مزية ولا كيفاش؟ أنت تبرعت باش تعاون وتقف مع بلادك ولا تبرعت باش تعمل دعاية سياسية؟ زعما مش عيب يا سي الهاشمي كان تعمل هكا وتكتب هكا، أون بلوس احنا في بالنا يذولي الازدواجية عندك أنت، خاطر في بالنا اللي أنت عندك مشكل نتاع لوكال وما عندكش باش تخلص الكري ودرت تطلب من عند الشعب وتسيسي فيه باش يعاونك، وتوا تقول اللي أنت تتبرع بعشرة ملايين، ما فهمتش، فهموني. ما عندوش حد الهاشمي حامد، فماش حدود. ما تنش فهم الهاشمي الحامدي. حدود للمنطقة. يا سيدي دكتور الهاشمي الحامدي،
قدروه وولد سيدي بوزيد ويدافع على القليل وعلى العزوزة متاع الكبارية، عنده عزوزة الكبارية قديمة ذيك بقية رأي استغنيت كل يوم يعطيها حاجة. ليه ثم حل حانوت فوتوكوبي تخرج التوصيل متاع البريد اللي صبيت به 10,000 دينار لصندوق الإرهاب وتبعث نسخ لجميع وسائل الإعلام بالفاكس بالفيسبوك تنشر وكذا باش الناس كل تسمع اللي انت صبيت 10,000 دينار ليه رو. واستعينوا على قضاء شؤونكم بالكتمان. هكا المسلمين يعلموا وقت اللي يعملوا صدقة ولا زكاة ولا هكا شوية معاونة للفقراء والخير. واستعينوا على قضاء شؤونكم بالكتمان. مش انت طالب تقول عملوا لي طبل وزكار راني صبيت انا عملنا مع تصاور وسيلفيات وكل شيء راني قاعد نتبرع انا من هشام الحمدي. نمشي الحمله اخرى، انا كما نعرفوا اللي رجال عملوا الحمير باش في حمله مساند للمراه. اليوم نسيف في مدينه القيروان اطلقوا حمله اللي هي لقبول المرأة باش تقعد في المقاهي الشعبية مع رجال، وبديت واحدة من سي هذوما تزور في القهاوي بالوحدة في إطار الحملة هذه. ورجال الكل اللي قعدوا في القهوة قالوا أي علاش ليه، ما دام نسي اليوم الكل وليت في البرايس الكل ما فيها بس كان جي تقعد بعدين. ومشيت هي بديت قهوة تختخ هبش نسمعه توا تو تسوي شو يصير. نحب نوصل المساج اللي البنات والنساء ينجموا يقعدوا في قهاوي الرجال، قهاوي الشعبية بتاع الرجال، علاش ليه احنا هما كيفنا كيفهم، معناها نفس النيفو بتاع المرأة نفس النيفو بتاع الرجل، معناها المرأة تخدم الرجل يخدم، المرأة تتعب في الدار تتعب باش تربي صغارها. علاش هذه حملة مش تنطلق من القروان؟ مش تنطلق من القروان، واحنا انطلقنا البارح من قهوة تنطلق واليوم جينا قهوة قلبي، وعلاش غدوة ليه ما نعملش في البكوش ولا العمر ولا شي اسمع فما قهوه ثانيه. انا والله الرايه فكره بيه هذه ان شاء الله، علاش ليه معناها النسيه تقعد في القهاوي فما برشا بلايص مزيانين النسيه محرومين منهم، معناها كيما قهوه تقطق كيما قهوه البكوش بلايص في وسط البلد العربي بحدا البلد العربي بلايصه مزيانه تحرموا منها. انتم بديتوا بحمله الحمير الرجال، احنا بدينا بالتكحيل حمله التكحيل معناها هذا نقد للرجال. انت مثلا شو رايك مراه تقعد في القهوه معكم لهنا في دلفي وتشرب قهوه ولا كاستين؟ عادي شنو هي المشكله؟ عادي شنو هي الادب؟ كان في الاحترام واحد ما ثم حتى مشكله. انت مثلا يقلقك انه مراه تقعد في قهوه شعبيه؟ ما يقلقش خاطر فما حمله في القروان نتاع بنات يقول لك احنا مش ولينا نقعدوا في القهوه مع الرجال. هما حرام. يقول لك انت عايش هو الكابوسه يشرب فيها ب 500 فرنك ونشرب فيها ب 4,000 في صالون الدين. هما حرام. هما يقراوا لكم مع بعضهم تو نساو رجال كيما يقعدوا في القهوه كيما يقعدوا في باهي. انت مثلا وقيتش تكون قابل زوج يقابلوك زوج بنات ما يسالش في رميه ولا مرحبا به ما تنعلموهم. شنو رايك موقف رجال قالك مرحبا به في القهوه؟ اوكي رحبوا بيا رجال دونك مش نعمل حمله باش نولي نلم جروب ونمشيو للقهاوي كل عشيه السبت حتى طولت البلوط قالك نعلموك نورمال. اوكي ميل مرحبا بيا. انا شخصيا اناصر الحمله هذه وانا مش مالي عضو فيها. انا من الحمله اللي عاملينها لنا صروخ شباب معناها قاعدين يعلقوا على الماتش ودي ما هكا معاهم ولا ليه تمشي القريبه ما تعلقش على الماتش في القهوه والكلمه قد جبل تحب تجيب تحط مدمازيل بحداك. قال لك في كنف الاحترام ترسيل كنف الاحترام تولي غسره كلمه زايده واحد ترسيله يلي بيك يلي عليك ما تحشمش تكلم هكا قدام النساء جسمه يولي كلام شو مخنوقين الشباب في القهوه الشعبيه. خليهم يتخنقوا شويه سي رجاء ونخليوا العنصر النسائي يتنفس شويه معناها يمشيوا القهوه الشعبيه يعملوا جواندويت بيض يا ابو طول حراميت ويعمل بعدها بوكي دو فلور على لاباريسيون دو لا بروميير بيل جون في يعمل هكا يمد لها بوكي يخليه شو اسمه يحبوا البنات عملوا القهوه نتاعكم اي نعم ما نعمل قهوة واحنا نجيب واحدة انا باش نبدا في الحملة هذه ما انتم ما تحبوش تقبلونا حتى احنا قهاوي بنات انا باش نبدا نمشي في القهاوي هاو عندنا برشا قهاوي بحذانا عندنا الزيتونة عندنا الشرق هكا وليم عندنا الدربي في الميدا نمشي بحذاكم صدق عند عبد ستار ذاك كل يوم فريق كافي فام الكل نمشي عجوز ربي يشفيه الساعة عبد ستار تعبنا شوية وفقدناه راه تحية بيان سور رسمية زادة نقابلوا ميلا معاذ من بعد دفتر حرامي كابا فان الكلمة ليك